مساء الخير أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي نادي القرن والقلعة الحمراء. النهاردة عندنا حلقة وحلقة مميزة جدا وهنتكلم فيها عن التحكيم. قبل ما أبدأ أتكلم على ضيفنا في حلقة الليلة مين المجري، هتوقف شوية زي ما قلت لحضراتكم في رأي المجري، ورأي المجري ده رأي البرنامج مش رأيي أنا. الفار تجربته هل هي مناسبة للتحكيم المصري ولا ظالم ولا مظلوم؟ هل حقق العدالة؟ هل الناس كلها ارتاحت بعد دخوله الدوري العام المصري؟ أنا بالنسبة لي أو إحنا من وجهة نظرنا إن الفار حتى الآن لم يحقق النجاح الكامل في حق العدالة أو في الكرة المصرية بنسبة كبيرة. إنما أنا بقول الفار دي تجربة العالم كله جربها، فعشان كده لازم نتعود عليها، ولازم الناس اللي هي موجودة الحكام الموجودين على الفار لازم يذاكروا كتير ولازم يدرسوا كتير ولازم يشوفوا ايه العلم الجديد اللي دخل على علم الفار في التحكيم. لان عاوز اقول لكم ودي برضو هنعرفها النهارده من نجمين النهارده، احيانا حكم الفار بيورط الحكم الساحه اللي موجود تحت لما بيقول له انت قدامك شاشه بتشوفها مره واثنين وثلاثه وانت اللي بتقرر، انما بيشوفها مره واثنين وثلاثه وبعدين في الاخر بيشكك الحكم اللي موجود حكم الساحه يقول لا اطلع شوفها في الفار بره، فبتاخد وقت مننا طويل جدا، تاخد وقت غير يعني العالم كله شغال بيها دلوقتي والعالم كله حتى بيقلل في الوقت بتاعها، انما احنا بنقعد ممكن بالخمس دقائق بالست دقائق. ده اللي كنت عاوز اتكلمه